مباشره مطاعم اوراق التوت رد على التغريده مباشره. نزلت تغريده في مطاعم اوراق التوت وحتفوز معنا من الردود ب 250 ريال، لا تنسى تضيف الحساب. يلا نروح الى الجوله الثالثه من الطواقي. يتحدون من؟ يتحدون البيرق، الشلفه يتحدون البيرق وعطونا الطواقي. طواقي على الشاشه. واحد. يلا الطواقي على الشاشه. طاقية رقم واحد. فيها تحدي فريق الشلفه. تحديت الشلفه؟ لا تحدي الشلفه. جو روح. تحديت من انتم؟ تحديت البيرق. ما نبغي ما نبغي. طيب ما نبغي. تكرار الجملة. يلا توكل على الله. روح. لا اتوقع انهم تحدوا البيرق. اي والله البيرق. والله انا قايل البيرق عاد يضحك معاك. يلا جابر حتنزل الان. ابو ظهير ما يضحك معاك. جابر تذكر ما انا اقول لك لو وصلت الى تكرار الجملة رقم 9 وانتهى الوقت حلغيها عليك. يلا فلاح مالك شغل يا فلاح. شوف شوف اي واحد بيتكلم اعطيه الاجابة جابر على طول. صحيح. اي واحد يتكلم. اي واحد يتكلم. يلا يلا واحد اثنين ثلاثة. اي واحد يتكلم جماعة الخير. نهاية. لا تتكلم مع أخويك. يلا روح. مكرونة بالكريمة، مكرونة بالكرتون، مكرونة بالكريمة، مكرونة بالكرتون، مكرونة بالكريمة. خطأ. مركونة. يلا روح. مكرونة بالكريمة، مركونة بالكرتون، 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 مكرونة بالكريمة، مركونة بالكرتون. يا لفوني يا بصح. الله ألف مبروك. مكرونة بالكريمة، مركونة بالكرتون، وقيمة تكرار الجملة لفريق الشلفة كانت 3000 ريال. يلا ألف مبروك. يلا ألف مبروك 3000. نروح لفريق شداد. تتحدون مني يا فريق شداد؟ الشلفة البيرق. يلا بعد هذه إن شاء الله.